بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشتغل Lecture 2 تحت عنوان Reduction of Boolean Expressions. إحنا المرة اللي فاتت في Lecture 1 اتعلمنا إزاي نديلك Process تبدأ أنت ال Process دي تحولها ل Truth Table، وبعد كده من ال Truth Table أقدر أطلع Boolean Expression وبعد كده أبدأ أنفذها بال Logic Circuit. كان ده Sequence أو ال Steps of Design. احيانا بقى البوليان اكسبريشن في المساله بتاعتي بيبقى اكسبريشنز كبيره، وبالتالي محتاج ان اعمل له ريداكشن. فالميثودز اوف ريداكشن اللي هنستخدمها هما طريقتين، الطريقه الاولى اسمها بوليان الجبرا والطريقه الثانيه اسمها كارنوف ماب. وطبعا الطريقتين دول كويسين جدا، واقدر اجيب ايه هو اخر اختصار للاكسبريشن بتاعي، وبالتالي في المسألة لما هجيب لك مسألة أقول لك اعمل لها ريداكشن هحدد لك ممكن تستخدم بوليان الجبرا أو الكارنوف ماب. على سبيل المثال ده اكزامبل عندي، زي مثلا عندي الاوتبوت اف وعبارة عن اي بي زائد اي بي بار زائد اي بار بي بار. واضح أوي ان الاكسبريشن ده على صورة اس او بي، هو عبارة عن ثلاثة AND gate. ادي اول AND gate هي AB، تاني واحدة داخلها AB bar ففي بابل محطوطة قبل البي، وبعد كده A bar B bar في بابل على الA والB، والاوتبوت اللي طالع من الثلاثة AND دول داخلين على الOR gate، وفي النهاية اطلع الاوتبوت F. الراجل بيقول لي ان السيركت دي بعد ما اعمل لها ريداكشن هيبقى الاكسبريشن عبارة عن A زائد B bar، يعني عبارة عن OR gate داخل لها A والبي على بابل، الاتنين the same function. ده بيوضح لك أهمية الريداكشن، يعني ايه الميزة اللي أنا قدرت أحصل عليها من الريداكشن، إن أنا قدرت أقلل عدد اللوجيك جيتس. أهو بدل ما هيبقى عندي ثلاثة AND وواحدة OR بقى عندي OR gate بس، وكمان الكوست أكيد بتاعتي هتقل، وكمان ان التايم ديلي ما بين الانبوت والاوتبوت لا هيبدأ يقل. يبقى كل دي المميزات بتاعت الريداكشن. عشان كده هنبدأ بأول طريقة اللي هي البوليان الجبرا. هتلاحظ ان البوليان الجبرا ده عبارة عن رولز عاملة زي الالجبرا بالظبط، لو طبقت الرولز دي صح هتقدر تحصل على الريداكشن. تعال نشوف ايه هي رولز اوف بوليان الجبرا. اول رول عندنا اسمها الكوميتيتيف لو. الكوميتيتيف لو دي بتقول لي لو انا كتبت الاكسبريشن a بلس b يعني a اور b، هي لو انا كتبت b بلس a، يعني بالظبط لو انت دخلت اور جيت a و b، المهم ان هما في النهاية هي اور جيت داخل لها a و b، فالاوتبوت بتاعي اما اكتب a بلس b او اكتب b بلس a هتبقى نفس الفانكشن. بالنسبة للاند جيت برضو لو انا عندي a b دخلتهم على اند جيت فالاكسبريشن مش هتفرق لو انا كتبت a b او كتبت BA. تاني رول عندنا حاجة اسمها الاسوسياتيف لو، ان هو انا لو كتبت ال A زائد B زائد C فانا ممكن اخد ال B وال C ادخلهم على OR gate بعد كده ادخل معاها ال A، او ممكن احط ال A OR B الاول وال output بتاعهم ادخله في OR gate مع ال C. كل ده ينفع معانا هنا في البوليان الجبرا. كذلك بالنسبة لل AND gate لو أنا عندي ثلاثة inputs A B C فممكن أسلكت ال B و C أدخلهم على AND gate بعد كده ال A، أو أخد ال A B وأدخلها مع ال C. فكل rules دي أعتقد سهلة جدا. تالت رول عندنا حاجة اسمها distributive law، إن لو أنا سي بقول لك أنا عندي A B زائد A C فواضح أوي إن ال A هنا ممكن أخدها common factor وأقول إن هال A common factor bracket B زائد C، يعني ان ينفع اخد الاي عامل مشترك common factor. طب دي كسيركت هيبقى شكلها كده، ان انا بقول لك بي اور سي، ادي البي اور سي وادي الاوتبوت بتاع الاور جيت دي، لو دخلته اند جيت مع الاي يدينا اكس. هي بالظبط نفس السيركت لو انا بدات اقول اي بي اند جيت اي بي واند جيت اي سي والاتنين اور جيت مع بعض، يعني واضح قوي كاكسبريشن انا هنا بدل ما كان عندي 2 اند واحده اور لا بقى عندي واحده اور واحده اند. يبقى مساله زي دي انا سهل جدا اخد الاي كومون فاكتور. نتكلم بقى على الرولز اوف بوليان الجبر. في تقريبا حوالي 12 رول، لو فهمتهم كويس جدا هتعرف تطبقهم في المساله.
يعني لو بدأنا بأول رول، بنقول إن أنا لو عندي input A OR gate مع الزيرو أكيد هيدينا إيه؟ هيدينا ال A. طب لو أنا عندي A OR 1 A plus 1 معناها OR 1 أكيد هيدينا ال 1. طب لو أنا عندي A dot 0 معناها AND gate مع الزيرو هيطلع 0. طب لو A dot 1 معناها AND gate مع ال 1 هيدينا ال A. طب لو أنا عندي ال A plus A يعني ال A دخلتها OR gate مع نفسها فده هيدينا ال A. طب لو أنا دخلت ال A مع ال A bar اللي هي عكسها فده يدينا ال 1. طب لو أنا رول 7 بتقول لي A dot A تدينا A. طب لو أنا A dot A bar هتدينا 0. طب لو A bar bar اللي هي not not يعني دخلت A على not بعد كده على not تانية فده يدينا A. طب لو A زائد A B هي تديك A. طب لو A زائد A bar B تديك A زائد B. ايه ده، رولز كتيرة جدا. طب واحد قال لي هل انا مطالب مني احفظ ال 12 رول دول؟ اكيد انت المطالب منك تفهمهم من الاول وبعد كده هتحفظه. طب ايه رأيك لو انا عايز اوري لك الاثبات بتاع كل رول فيهم؟ هنشوفهم، بس اكتر 3 رولز انا عايزك تركز عليهم هم الرولز اللي انا حطيتهم جوه السيركل دول. اللي هو لو انا عندي A AND gate مع ال 1 تديك A، و A plus A تديك A، و A plus A bar تدي لك ال 1. تعالوا كده نبص على البروفس بتاعت الرولز اللي فاتت دي كسيركت، بص لها كده كلوجيك جيت. انا بقول لك لو انا عندي A or 0، A or 0 تدينا A. طب بص كده فعلا، مرة اسيوم ان انا بدخل or gate بدخل معاها ال A مع الزيرو وادي A مع الزيرو، مرة احط ال A ب1 ومرة احط ال A ب0. واضح قوي ان في النهاية اي حاجة or مع الزيرو بيديك نفس ال output، فدي اول رول. تاني رول لو انا بقول لك A plus 1 تديك 1. ليه بنقول كده؟ لان انت ال or gate مع ال 1 ايا كان الانبوت بتاعي ب1 او ب0 فدايما هيطلع، طالما في 1 فاكيد هيطلع 1، فاي حاجه اور جيت مع ال 1 تدينا 1. لو انا عندي a dot 0 معناها ان انا مدخل اند جيت مع الزيرو، اكيد الاند جيت طالما في انبوت ب0 فهتطلع 0. طب لو انا عندي اند جيت مع ال 1 اي حاجه كانك تايمز ضربتها في 1 فتديك نفس الانبوت فهتدينا ال a هي الاوتبوت. طب لو الرول اللي بعد كده A plus A، يعني لو أنا عامل OR gate أهو، مرة A plus A مرة حطيت A ب0 0 تديك 0، 1 1 تديك 1، يعني واضح أوي إن ال output هو نفس ال input، يبقى ال A plus A تدينا ال A. طب لو أنا عندي ال A plus A bar دايما هيبقى ب1، لأن لو أنا هأسيوم إن ال A ب0 أكيد ال bar بتاعتها ب1، ولو هأسيوم ال A ب1 ال bar ب0 فأكيد ال OR gate طالما في 1 في ال input فهتطلع 1. طب لو انا عندي AND gate A dot A، يعني لو ال A ب0 0 يدوك 0، لو 1 1 يديك 1، يبقى ال A dot A برضو تدينا A، يعني لو انا عندي A plus A او A dot A الاتنين يدونا A. طب لو انا عندي ال A plus A bar، لا سوري A dot A bar، ف A dot A bar يعني واحدة داخلة مع النوت بتاعتها، فلو واحدة بوان التانية بزيرو فهتدينا 0. آخر حاجة لو أنا عندي ال A وبدأت أدخلها على 2 inverter اللي هي بتتسمى bar bar، فدايما ال A bar bar بترجع تاني لأصلها اللي هي تبقى ال A. ال A ال important rules اللي أنا عايزك تذاكرهم وتركز عليهم هي الرول الأولانية، إن أنا لو عندي A or A يعني لو أنا مدخل نفس الـ input على الـ OR gate فده دايما هيدينا الـ A. وتاني رول لو أنا عندي الـ A or مع الـ A bar، A plus A bar فده يدينا الـ 1. ولو تالت رول لو أنا عندي A dot 1 يعني لو أنا مدخل AND gate مع الـ 1 فهيبدأ يدينا الـ A. فهم دول التلاتة important rules اللي أنا عايزك تتعرف عليهم. ايه رأيك لو انا قلت لك في رول اللي هي كانت رول رقم 12 عايزين نعمل لها بروف؟ الرول دي بتقول لي ان لو انا عندي A plus B في A plus C فهي ممكن في النهاية تكافئ انها تبقى A plus BC. تعال نشوف الاثبات بتاعها ده جه ازاي. تعال نقول الاتي، لو انا عندي two brackets اكيد هضربهم في بعض، يعني لو عندي A plus B
في براكت تاني A plus C، يلا نضرب ال A، فهنقول A في A، بعد كده A C، بعد كده هنقول B A أو A B مش فارقة، بعد كده هنقول B C. ايه رأيك؟ انا عندي التلات ترمات دول فيهم A، يعني انا ممكن اخد ال A من هنا ومن هنا ومن هنا common factor، فهيتبقى A في براكت 1 زائد، طبعا A في A قلنا هي A، 1 زائد C زائد B، 1 زائد اي حاجة دايما هيدينا 1. A دوت 1 يديك A زائد B C. فعلا قدرنا نثبت الرول دي، ان حاصل ضرب البراكت ده في ده يدينا A زائد B C. This rule ممكن نثبتها بديجرام، حاجة اسمها الفين ديجرام اللي هو الفيجر اللي قدامنا ده، ان انا ممكن اثبتها بالشكل ده باستخدام الترو ستيبل، لان انا عندي ثلاثة inputs A B C، ادي 0 1 0 1 0 1 0 1، صفرين واحدين صفرين واحدين، 4 اصفار 4 وحايد، اول براكت A or B. فانا جمعت A or B وعملت براكت تاني A or C، وبدأت اضرب التو براكتس دول في بعض A or B في A or C، وبعد كده عملت A plus B C، يعني عمود A وعمود تاني B C جمعتهم، لقيت ان فعلا الاتنين دول equal. يبقى الاثبات اللي انت عملته ده قدرت تعمل اثبات بترو ستيبل، واقدر اعمل اثبات عن طريق السيركت بتاعتي. يعني السيركت دي بتقول لي ان الاي اور بي، ان انا ادخل اي والبي على اور جيت، واي اور سي ان انا اخد ادي اي اور سي الاوتبوت اللي هنا وهنا ادخلهم على اند جيت، دي بالظبط تكافئ كانها اي اور مع البي سي. يبقى احنا كده ادينا الرولز بتاعت البوليان الجبرا، وعايزين نبدا نطبقها على اكزامبلز. تعالوا كده ندي اكزامبل على الرولز اللي احنا قلناها من شويه، ان انا بقول لك reduce expression x ab زائد ab bar. طبعا انا عايزك تبقى لماح شوية، فهتلاقي ان ال a هنا ينفع اخدها common factor واقول a في b زائد b bar. احنا لسه قايلين حاجة or gate مع ال b bar تدينا 1، لان لو دي ب 1 تبقى 0، ولو دي ب 0 تبقى دي ب 1، فاكيد b plus b bar تدينا 1، فهتلاقي نفسك بتقول a dot 1 اللي هي تدينا a. يعني متخيل اكسبريشن زي ده في النهاية قدرنا نحصل على ال A، يبقى انا كده عملت ريداكشن. تعال نرجع للمسألة اللي خدناها في lecture 1 اللي هي مسألة التانك، وكان عندي 2 input sensors level sensors اللي هما ال A وال B 0101 0 1 صفرين واحدين، ولو تفتكروا كان عندنا 3 outputs V1 V2 المكسر، وكانت في كيس فيهم اسمها don't care. مرة أنا كنت حاطط الدونت كير ده بزيرو، ومرة الدونت كير هنا حطه بوان. إيه ده؟ يعني التعامل مع الدونت كير هنا افيلبل بالنسبة لك، إن ممكن تأسيوم إنه بزيرو وممكن تأسيوم إنه بوان، وده هنوضحه أكتر كمان شوي. حد يعرف يكتب لي معادلة ال V1 على الشكل بتاع ال SOP؟ قلناها المرة اللي فاتت، أبص على الكولوم بتاع ال V1 هلاقي مكتوب هنا 1 1، يلا ال 1 دي قصادها A و B بصفار، فكأنك بتقول A بار B بار بلس A بار B، يبقى ده الاكسبريشن بتاع ال V1. تاني أبص على العمود بتاع ال V1 هلاقي إن هنا مكتوب 1 1، يبقى كأنك بتقول A B بار بلس A بار B. إيه رأيكم لو أنا خدت ال A بار هنا common factor؟ لو خدنا ال A بار common factor فهيبقى B بار بلس B، ما كلنا عارفين B بار بلس B اللي هي تدينا ال 1، A بار دوت 1 اللي هي A بار. يبقى انت في النهاية معادلة ال V1 valve 1 دي هي عبارة عن not gate واحدة بدخل عليها ال A تطلع A bar. طب لو دققنا قوي فعلا، بص ال A صفرين واحدين، valve 1 واحدين صفرين، فواضح قوي كان ممكن واحد ياخد باله من البداية ان ال V1 دي هي عكس ال A، هي not ال A، وفعلا ال expression بتاعنا وصلنا لل reduction ده، فهو ده الهدف من ال reduction. ايه رأيك لو جينا نبص على معادلة الميكسر؟ مثلا الميكسر هنا انا عندي واحد واحد، الواحد ده هنقول A بار B زائد A B، اهو A بار B زائد A B. مين اللي اقدر اخده common factor؟ اقدر اخد ال B common factor، فهيتبقى عندي ال B common factor A بار زائد A، A بار زائد A اللي هي تدينا ال 1، فكأنك بتقول B دوت 1 اللي هي ال B. فعلا لو جينا نبص على الميكسر 0101 اللي هي نفس الكولوم بتاع ال B، يبقى الهدف من ال reduction ان انا اوصل ايه هو الاكتر expression صورة مختصرة بتاعتي، وبالتالي هقدر اقلل عدد ال logic gates. another example، لو انا قلت لك reduce ال x a b
زائد اي بي بار زائد اي بار بي بار. لو دققنا قوي في المسألة دي هنلاقي ان انا هنا اقدر اخد الاي بتاعتي كومن فاكتور، بس برضو انا ما بين الترم ده والترم ده اقدر اخد البي بار كومن فاكتور، يعني ما بين الترمين دول في ايه، ما بين الترمين دول بي بار، بس انا ما ينفعش اخد كومن فاكتور في نفس الوقت هنا وهنا. فهنعمل حركة جميلة جدا، الرول دي ان انا عملت ريبيتيتيف، كررت الترم بتاعنا ده. مش احنا كنا لسه قايلين ان حاجة اور مع نفسها تديك نفس الحاجة؟ يعني الاي بي بار ده لما انا كررته هنا بالظبط يدينا نفس الريزلت. ايه رأيك بقى اخد الترم ده والترم ده الاي كومن فاكتور، فبقى عندي بي بلس بي بار، وما بين ده وما بين ده اقدر اخد البي بار كومن فاكتور، يبقى اي بلس اي بار. كلنا عارفين بي بلس بي بار تدينا 1، اي بلس اي بار بتديك 1، ففي النهاية الاكسبريشن بتاعنا هيبقى عبارة عن اي دوت 1 بلس بي بار دوت 1 اللي هي هتبقى اي بلس بي بار. يبقى المسألة هنا اعتمدت في البداية خالص ان انا كان عندي قوة ملاحظة ان في ال A اقدر اخدها common factor ما بين الترم ده وده، وان ال B bar اقدر اخدها common factor هنا، فقلت يبقى الترم اللي في النص ده ممكن اعمل له repetitive تكرار، وابدأ اخد ال A من هنا common factor واخد ال B bar من هنا common factor واكمل ال reduction بتاعنا. Another example ان انا بقول لك reduce ال expression x a b c زائد a bar b c bar زائد a bar b c. واضح قوي طبعا ان الاكسبريشن ده ان احنا سي مثلا جبناه من ترو ستيبل زي مسائل اللي خدناها في ليكتشر 1، يعني انا ممكن اجيب لك ترو ستيبل، والترو ستيبل ده انت لما تطلع الاكسبريشن فالاكسبريشن ده ما بيبقاش الصوره النهائيه، بيبقى محتاج ان نعمل له ريدكشن، فاحنا هنعمل ريدكشن بالبوليان الجبرا. تعال ندقق قوي كده يمكن في اي حاجه كومن فاكتور. هو انا لو دققت هتلاقي ان انا ممكن اخد البي سي هنا وهنا كومن فاكتور ما بين الترم ده والترم ده، وان انا برضو اخد a بار b ما بين ده وده، a بار b برضو ما بين ده وده common factor. يعني تاني انا هنا ما بين الترم ده وده في common factor اللي هما ال b c، وما بين الترم ده وده ممكن اخد a بار b. ايه رأيكم نكرر ده، نكرر الترم ده نعمل له repetitive، فهيبقى ال a b c زائد a بار b c اهو كررته مرة هنا ومرة هنا، كررته مرة هنا ومرة هنا. هنا اقدر اخد البي سي كومن فاكتور وهيبقى مين اي بلس اي بار، وهنا اقدر اخد اي بار بي كومن فاكتور سي بار زائد سي، اي زائد اي بار يدينا 1، سي بار زائد سي يدينا 1، ففي النهايه هتلاقي نفسك ده وده ادانا بي سي زائد اي بار بي. يبقى واضح قوي ان الاكسبريشن بتاعنا بيبقى كبير جدا، وباستخدام البوليان الجبرا اقدر اوصل الى الصوره النهائيه بتاعتي اللي هي البيست ريديوسد اكسبريشن. يبقى احنا كده خلصنا الطريقة الأولى اللي هو باستخدام البوليان الجبرا، وهنبدأ دلوقتي في الطريقة التانية اللي هي باستخدام الكارنوف ماب. تعال نتعرف بقى الطريقة دي بنطبقها ازاي وبنستخدمها ازاي. ايه هي الكارنوف ماب، او ساعات بنختصرها نقول الكي ماب؟ الكي ماب هي تول لسمبليفاينج الكومباينيشنال لوجيك سيركتس لتلاتة واربعة variables. لو انا عندي 3 variables الماب بتاعتي دي بيبقى عبارة عن 8 سل. طب جبناها منين؟ ان عدد الاحتمالات عندي بتبقى 2 اس 3، ف 2 اس 3 بتبقى 8 سل، بتتحط كده اهو 2 4 6 8 سل. وهعرفك السيلز دي بتبدأ تتملى ازاي. طب لو انا عندي 4 variables ال number of cell هيبقى 2 اس 4 زي true table. لو تفتكر ان true table لو كان عندي 3 inputs فكان بيبقى عندنا كام combination، بيبقى عندنا كام case، بيبقى عندنا 2 اس 3 اللي هي 8 case. ولو عندي 4 variable فال k map دي بتبقى عبارة عن ايه، 4 في 4 كده اللي هي بتبقى 16 cell. تمام، برضو هنعلمك بنحط ال values جوه ال 16 cell دول ازاي. تعالى نرجع تاني لل الماب بتاعت التلاتة variable. لو انا عندي تلاتة inputs A, B, C فاتفقنا ان الماب اللي قدامك دي هي التلاتة variables A, B, C. بتتملى ازاي؟ اولا بيقول لي each cell represent one possible product term، يعني هي في النهاية بتديك one case. يعني لو دققت قوي A bar B bar C bar اللي جنبها A bar B bar C،
A بار بي سي بار، A بار بي سي. ايه ده؟ لو بصينا على كل واحدة فيهم هتلاقي مفيش اتنين شبه بعض، كلهم مختلفين، اللي هم التمن احتمالات بتوع ترو ستيبل. يعني لو بصينا A بار بي بار سي بار اللي هي 0 0 0، دي تديك 0 0 1، دي تديك 0 1 0، دي تديك 0 1 1. لو دققت اكتر هتلاقي ان كل سيل بتختلف عن الادجيسنت سيل بوان فاريبل. الادجيسنت يعني المجاورة، يعني ما بين السيل دي والسيل دي هتلاقي ان هنا A بار B بار، ما بين السيل دي C بار و C هما اللي اختلفوا. تعالى تاني كده، ما بين السيل دي والسيل دي C بار و C، انما A بار B ما اختلفوش، هنا C بار و C، C بار و C. يبقى هنا ما بين العمود ده والعمود ده هتلاقي ان الاختلاف بس في مين؟ هتلاقي ان الاختلاف بس في السي بار ده، ما بين العمود ده والعمود ده، ان اول اي بار بي بار هنا اي بار بي بار، اي بار بي هنا اي بار بي، اي بي هنا اي بي، اي بي بار اي بي بار. الاختلاف بس هتلاقيه ان هنا اخره سي بار وهنا اخره سي. طب تيجي بقى ما بين كل واحدة واللي تحتها، ما بين الصف والصف، اي بار بي بار سي بار، هنا هتلاقي اي بار بي سي بار. يعني مين اللي حصل له تشينج؟ هي البي. طب ما بين الترم ده وده A بار B C بار، هنا A B C بار، مين اللي حصل له تشينج؟ ال B وال C بار زي ما هم، هتلاقي ان ال A هي اللي حصل لها تشينج. ما بين الترم ده وده هتلاقي ان ال C بار وال B مين اللي حصل لهم تشينج؟ هتلاقي ان ال B هي اللي حصل لها تشينج. طب ما بين الترم ده وده مين اللي حصل له تشينج؟ A B بار C بار، A B بار C. هتلاقي ان ال A وال B بار اللي حصل له تشينج بس هو مين؟ السي بار. يبقى واضح قوي ان ما بين كل سيل والتانية بيبقى فيه only one variable بس هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيتغير. ايه رأيك بقى ان احنا ممكن نكتب الماب بتاعتي دي بالشكل ده، ان احنا تتكتب ما بين الكولوم ده والكولوم ده، هنا هيبقى سي بار سي، وهنا هيبقى ايه بار بي بار، وهنا A بار B، هنا A B، هنا A B بار. يعني لو انت دققت قوي كأنك بتقول هنا 0 0، هنا 0 1، هنا 1 1، هنا 1 و 0. لو خدنا بالنا، عشان الناس اللي بتقول الترتيب بتاع ترو ستيبل ما هو كان عبارة عن 0 0 0 1، بعد كده 1 0، بعد كده 1 1. لا، انا هنا حطيت 0 0 بعد كده 0 1، يعني واضح قوي ان مين اللي حصل له تشينج هنا؟ البي. طب ما بين ده وده مين اللي حصل له تشينج؟ هي ال A. ما بين ده وده ال B هي اللي حصل لها تشينج، هنا كانت B بقى هنا بقت B بار. طب ما بين هنا وهنا مين اللي حصل له تشينج؟ ال C. يبقى احنا سهل جدا ان احنا تتكتب. يبقى لو انا قلت لك السيل دي لما تتكتب دي بتاعت انهي خانة؟ بتاعت A بار B بار C بار، دي بتاعت A بار B بار C، الخانة دي بتاعت A B C، الخانة دي بتاعت A B بار C بار. كإكزامبل بقى، حد يقدر يقرأ لي التيرمز بتاعت اليلو سيل اللي هما التو سيلز دول؟ يلا، الخانة دي هيبقى اسمها ايه؟ A بار B C بار. طب السيل دي هيبقى اسمها A B بار C. فعلا اهو السيل دي A بار B C بار، والسيل دي هتبقى عبارة عن A B بار C. يبقى انت الكارنوف ماب للتلاتة فاريبلز اتفقنا هتبقى عبارة عن 8 سيل بيتحطوا بالشكل ده. انا عندي 3 inputs، فبنكتب A بار B بار، A بار B، بعد كده A B، بعد كده A B بار، وهنا بكتب C بار C، وابدأ احط القيم بتاعتي. لو طلبت منك يلا انا عايزك تعمل reduce ل expression، expression ده احنا عطيناه في اول lecture باستخدام البوليان الجبر. لا، انا دلوقتي عايز نفس الاكسبريشن ابدا اعمل له ريداكشن بالكي ماب. ريديوس الاكس ايكوال اي بي سي زائد اي بار بي سي بار زائد اي بار بي سي، وطلبت منك كارنوف ماب. اول ستيب اروح ارسم كارنوف ماب على طول، اي بار بي بار، اي بار بي، اي بي، اي بي بار، وهنا السي بار والسي. تمسك كل ترم تحطه جوه السيل بتاعتها، يعني فين هي الاي بي سي؟ اي بي سي اهو، دي الترم بتاعها هنا، اكتب 1. اي بار بي سي بار، ادي اي بار بي سي بار، ادي السيل بتاعتها هنا، ابدا اقول ايه مكانها هنا ب 1. اي بار بي سي، فين الاي بار بي؟ اي بار بي اهو سي، اكتب مكانها هنا ب 1. يبقى انت كده
حطيت الاكسبريشن بتاعي عدد السيلز 3 قصاد كل سيل بنكتب 1، لان واضح قوي ان الاكسبريشن ده على شكل اس او بي، فاتفقنا الاس او بي دايما بنتعامل بالوحيد، وهي كي ماب اصلا بتتعامل مع الاس او بي. مطلوب مني دلوقتي بقى عايز اعلمك ازاي نبدا نعمل ريداكشن باستخدام الكي ماب بعد ما حولنا الاكسبريشن هنا وحطينا القيم بتاعته جوه السيل. الريداكشن سهل جدا، ان انا ببدا ادور على الكومباينيشنز بتاعت الوحيد، الجروبنج، ببدا اعمل جروبنج من الوحيد. الجروبنج دول يا اما يبقى 2 سيل يا 4 يا 8، فواضح قوي ان انا هنا اقدر في الثلاثه فاريبلز اقدر اعمل 2 سيل. طب التو سيل دول هل ينفع اعمل ال1 وال1 ده كده زي مثلا جروبنج، وال1 ده كده جروبنج، وامشي اقول ده وده؟ لا، الجروبنج دايما بيبقى جروبنج يا هوريزونتال يا فيرتيكال، يعني بيبقى ادجيسنت، لازم يبقوا ادجيسنت مع بعض، يعني ده وده كده ده اسمه جروبنج، وبرضو الواحد والواحد ده كده جروبنج مع بعض. فكرة الكي ماب هي بتعتمد بالظبط كأنك بتاخد كومن فاكتور، هو لو انت كنت بتجمع اي بي سي زائد اي بار بي سي، اهو الترم ده اللي هو مثلا سي بقول اي بار بي بار اي بار بي سي بار، وده اي بار بي سي، مش كنت بتاخد الاي بار بي كومن فاكتور وكنت بتقول سي بار زائد سي، سي بار زائد سي تديك 1 فتديك اي بار بي. ففكرة الريدكشن هنا ان انا لما بجمع الاتنين ادجيسنت دول جنب بعض بقول مين في الاي بي سي حصل له تشينج، واضح قوي ان الاي بار بي ما اتغيرتش في التو سيلز دول، امال مين اللي حصل له تشينج؟ السي بار والسي، يعني كان خدتهم كاني خدت الاي بار بي كومن فاكتور وجمعت سي بار زائد سي يديك 1، يعني الاتنين دول اقدر اقول الاختصار بتاعهم يدينا اي بار بي. طب ايه رايك ما بين ال1 وال1 ده مش هقدر اعمل جروبنج؟ اقدر اعمل جروبنج واقول ان انا الجروبنج بتاعي ده ادي تو ادجيسنت جنب بعض، فاقدر اقول التو سيلز دول مين في الاي بي سي اتغير، واضح قوي ان السي هنا ما اتغيرتش، واضح قوي ان هنا اي بار بي، السيل دي اي بي، البي بتاعتي فضلت زي ما هي، الاي هي اللي حصل لها تشينج، فاقدر اقول ان مين ما حصلوش تشينج، البي والسي، يبقى الاتنين دول يطلعوا لي بي سي، يبقى الاكس في النهاية عبارة عن مجموع اي بار بي زائد بي سي. اعتقد هي طريقة سهلة جدا واسهل من البوليان الجبرا. البوليان الجبرا ستيبس كتيرة جدا وببدأ اخد كومن فاكتور في النهاية بوصل لنفس الصورة، انا قدرت اوصل لنفس الصورة باستخدام الكي ماب بطريقة سهلة جدا، ان انا ببدأ اعمل جروبنج للوحيد. تعال نشوف على اكزامبل تاني، ان انا بقول لك ريديوس الاكس، اهو بندي لك فعلا بفكرك ان نفس الاكسبريشن ده قدرنا نحصل عليه بالبوليان الجبرا، بيديك نفس الاجابة، بس شايف هنا الستبس كانت الستبس كتيرة جدا، ان انا باخد بي سي كومن فاكتور اي بلس اي بار، يبقى اللعبة هنا ان الكي ماب بتاعتي اسهل بكتير. another example ان انا بقول لك reduce الاكس اي بي سي زائد اي بار بي سي بار زائد اي بار بي سي بار اي بار بي بار سي بار. ايه رأيك نبدأ نعمل كارنوف ماب 8 سل، هنقول سي بار سي، وعلى فكرة مش هتفرق لو واحد كتب ان هنا الاي بار اي وبدأ يكتب بالبي سي، مش هتفرق، احنا اتفقنا ان كده كده مش فارقة اكتب الاي بي سي فين بالظبط، في ناس ممكن تقول ده الاي بار ودي الاي ويبدأ يشتغل بي، يقول ايه، يقول بي بار سي بار ويبدأ يغير الاحتمالات، بس اسهل لي ان انا اقول اي بار بي بار 0 0 0 1 1 1 1 0، تاني 0 0 0 1 1 1 1 0، وهنا هيبقى ال 0 وال 1. يلا اي بي سي فين؟ اي بي سي اهو مكانها هنا، هنحط قيمتها بكام؟ ب 1. اي بار بي سي بار، اي بار بي سي بار، نحط قيمتها هنا اهي السل ب 1، اي بار بي بار سي بار، اي بار بي بار سي بار، قيمتها هنا ب 1. يلا مطلوب مني نعمل ريداكشن للكي ماب، هتلاقي ان الاحتمالات بتاعتك، يلا الاتنين دول ينفع اضمهم في جروبنج مع بعض؟ ينفع، يلا هناخد الاتنين دول جروبنج مع بعض، بس للأسف الواحد ده هل في اقدر ادخله في اي جروبنج مع بعض؟ مش لاقيله، فطالما مش لاقيله فبيبقى element واحد خلاص يكتب اي بي سي، يبقى ده لوحده ما قدرتش ادخله في اي جروبنج معاه،
فده بيتكتب اي بي سي. طب بالنسبة للواحد ده والواحد ده، هل اكتب ده لوحده وده لوحده؟ لا، ما انا كنت ممكن اجمع ده وده مع بعض جروبنج، واقول ان جروبنج ده في النهاية مين اللي ما حصلوش تشينج. هتلاقي ان الاي بار البي هي اللي اتغيرت، السي بار ما حصل لهاش تشينج، يبقى اقدر اقول انها اي بار سي بار. اللي بيتكتب اللي ما حصلوش تشينج، فاقدر اقول ان الاكسبريشن في النهاية هو عبارة عن اي بي سي زائد اي بار سي بار. يبقى عيب قوي ان انت كنت تاخد كل واحد لوحده، ما هو لو كل واحد لوحده انت رجعت الاكسبريشن الاصلي. لا، انا بدور على الجروبنج، بس للاسف الواحد ده ما قدرتش ادخله جوه جروبنج، وبالتالي اضطريت اكتبه لوحده بعبارة عن 3 variables اللي هما ال A B C. طب لو انا اديتك example زي ده، اللي هو بقى عندي 4 terms اللي هما الاربعة سيل دول، واحد قال لي يلا ناخد جروبنج، ينفع اخد الاتنين وحيد دول مع بعض، وينفع اخد الاتنين دول مع بعض. طب واحد قال لي ينفع اخد الاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض، ينفع. واحد قال لي ينفع اخد جروبنج الاربعة دول مع بعض، ينفع. وده اللي انا حاسبته لك. بس انا هبدأ معاك، لو واحد فكر ياخد الاتنين دول جروبنج مع بعض هيقول مين؟ اهي السي ما حصل لهاش تشينج، والاي بار ما حصل لهاش تشينج، البي بس اللي اتغيرت، فقال ايه؟ اي بار سي. واحد تاني قال الاتنين دول جروبنج مع بعض، هنقول تديني مين؟ اي بار سي بار، لان برضو البي هي اللي اتغيرت، اي بار سي بار. فاقدر اقول ان الاكسبريشن بتاعي ده وده. لو بصينا على الاكسبريشن ده لسه في اختصار كمان، انك كنت ينفع تاخد الاي بار كومن فاكتور واقول سي بار زائد سي اللي هي تدينا 1، في اي بار تديك اي بار. طب ما ايه رايك كنت ممكن اخد الاربعه دول جروبنج مع بعض؟ ما ينفعش 3، احنا اتفقنا النمبر اوف جروبنج للوحيد يا اما 2 يا 4 يا 8. فانا كنت اقدر اخد الاربعه دول مع بعض واقول مين اللي حصل له تشينج في الاي بي سي. السي بار والسي، يبقى السي اتغيرت، اي بار اي بار ما اتغيرتش، بي بار بي اهي البي اتغيرت، يبقى اتبقى مين؟ اي بار بس. يعني شفت الفور سيل بيدينا only one variable بس، فاقدر اقول ان الاكس هي الاي بار. ايه رأيك لو انا عندي 4 وحيد تحت بعض، هل ينفع اخد الاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض، ولا اخد العمود كله مع بعض؟ اه طبعا اخد العمود ده كله مع بعض جروبنج. اه يعني الاربع وحيد بتوعي ممكن يبقوا زي المسألة اللي فاتت كده مربع، او ممكن يبقى كولوم بالمنظر ده. اه ينفع اخد ده جروبنج مع بعضه. طب ده لما يتكتب هيدينا مين هو الفاريبل؟ واضح ان السي اهي ثابته في الفاريبل دي ما اتغيرتش، انما مين اللي اتغير؟ اي بار بي بار، ادي البي هنا اتغيرت في الاربعه فاريبلز، والاي اتغيرت في الفور فاريبلز، يبقى الاكسبريشن ده يدينا سي، يبقى الاوتبوت بتاعنا هو سي. طب لو انا عندي اكزامبل تاني، اربع وحيد بالمنظر ده، فواحد قال لي هل بقى هاخد الاتنين دول مع بعض والاتنين دول مع بعض؟ لا، في ميزه موجوده في كارنوف ماب انها بتلف. يعني ايه بتلف؟ يعني بالظبط كانك تقدر تاخد الواحدين دول ودول مع بعض، كأنهم فور سيل جنب بعض، كأنها بتلف، فكأنهم بالظبط الفور سيل دول. اه يعني كأن الكارنوف ماب بتاعتي دي بتلف، يعني على الحروف هنا، فكأنها الواحدين دول فوق فوقيهم، واكتب اي بي بار جنبهم. يلا الاربع وحيد دول يدونا مين؟ واضح اوي ان السي بار والسي اتغيروا. طب تعال نبص هنا وهنا، هتلاقي ان البي بار فضلت ثابته، انما الاي اتغيرت، يبقى يدونا مين؟ بي بار، يبقى الاكسبريشن هو البي بار. طب ايه رايك اكزامبل تاني؟ يبقى لعبه الكي ماب انك بتدور على جروبنج بتاعتي. ايه رايك مساله زي دي؟ لازم ادور على ايه هي الجروبنج الاكبر، لان الجروبنج الاكبر دي بتدينا وان فاريبل بس. يعني لو انا كنت هاخد تو جروبنج تو جروبنج تو جروبنج، فكانت في النهاية هتدينا ان الجروبس دي كل ترم فيهم بيديك 3 variable، في حين ان انا كنت ممكن اخد 4 grouping. يلا نفكر لها، ايه رأيك ناخد الاربعة grouping دول مع بعض، والواحدين دول والواحدون دول مع بعض؟ واحد قال لي هو ايه ده، ينفع يتكرر؟ يعني سي لو انا خدت ده وده، قلنا ان الكي ما بتلف، فان انا خدتهم مع بعض، هل ينفع اخد الواحدين دول؟ لا،
ما هو الوحيدين دول كان ينفع دخلهم في جروبنج اللي فوق دي، وبدل ما كان هتبقى جروبنج باتنين وحيد كانت هتبقى جروبنج باربع وحيد. طب واحد قال لي ما انا ده وده اتاخدوا قبل كده. لا اتاخدوا، بس كي ماب بتقول لي ما فيش مشكلة، ينفع يبقى عندي اوفرلاب عادي جدا. تعال نبص على اول جروبنج ما بين الوحيدين دول ودول، هتلاقي مين اللي حصل له تشينج، السي بار والسي اتغيرت، مين اي بار ايه اتغيرت تدينا بي بار. يفضل ان الوحيدين دول ادخلهم في جروب اكبر، يعني كل ما ادخل في جروب اكبر في اوفرلابنج حصل عادي جدا. يدونا مين اللي ما اتغيرش، دول اي بي كلها اتغيرت يدينا سي، فالاكسبريشن في النهاية ادانا بي بار زائد السي. مسألة تانية، لو انا اديتك كي ماب بالمنظر ده، يلا نبص على الجروبنج او الاحتمالات. واضح قوي ان الواحد والواحد ده ملهمش غير انهم يبقوا مع بعض. طب ده وده برضو ممكن اخد دول مع بعض وده وده مع بعض. ففعلا واحد قال لي ان انا ده وده بدأت اخدهم مع بعض، يلا يدينا مين الاي ما اتغيرتش، البي اتغيرت تتشال، سي بار، يبقى يدينا مين اللي ما اتغيروش، الاي سي بار او سي بار اي. طب فين الكومباينيشن التانية، ده وده مع بعض، السي اهي ما اتغيرتش والاي بار ما اتغيرتش، تدي لك اي بار سي. ممكن اخد الواحد والواحد ده مع بعض، ينفع طبعا، بدل ما كنت اخده element لوحده ينفع ادخله في جروبنج عادي جدا. السي اتغيرت انما هقول اي بار بي بار هما اللي ما اتغيروش، يبقى انا كده الاوتبوت بتاعي مجموع اي بار بي بار اي بار سي سي بار اي. طب هل كان في طريقة تانية؟ ايه الطريقة التانية؟ نفس الـ another solution، ان انا كنت اخد ده وده مع بعض، اللي هو برضو اتفقنا السي بار اهي، ومين اللي هنا اتغير البي، فكنت هتقول سي بار ايه، وان انا كنت اخد ده وده مع بعض زي اللي فاتت بالظبط هنقول اي بار سي، وان انا ده بدل ما كنت اخده مع اللي جنبه، لا ما انا كنت ممكن اخد الواحد ده مع ده، ما احنا قلنا لفة اهي، كنت اخد ده وده مع بعض. ايه ده ينفع؟ يعني بدل ما كنت هاخد ده مع اللي جنبيه ينفع؟ ده هيدينا اكسبريشن مختلف تاني. ولكن في النهاية هتبقى نفس الفانكشن، عشان كده انا كتبت لك another solution. طب ده وده مع بعض، السي بار فضلت ثابتة في الخليتين دول، مين برضو هنا فضل ثابت، البي بار، فيدينا سي بار بي بار، فاقدر اقول ان another expression مجموع ده وده وده. يعني المسألة بتاعتي ممكن يبقى ليها اكتر من شكل، بس اهم حاجة ان ناخد عدد الجروبينج صح. ايه رأيك بقى لو انا هنا عطيلك كي ماب زي المسألة اللي فاتت، انك ممكن تاخد دي ودي مع بعض، ممكن تاخد ده وده مع بعض، والواحد ده ممكن اخده مع ده، وممكن اخد الواحد ده مع الواحد ده، اللي هما دول. طب ايه رأيك، ينفع اشتغل على الاصفار بما ان عدد الاصفار هنا اقل؟ واحد قال عدد الوحيد هنا كتير، ما انا ممكن اشتغل على الاصفار، بس ساعتها الاكسبريشن اللي هيطلع مش هيبقى اكسبريشن الاكس، ده هيبقى اكسبريشن ايه، مظبوط، برافو عليك، وهيبقى اكسبريشن الاكس بار. طب ساعتها هنا هيبقى كام جروبنج عندي؟ هيبقى عندي جروبنج هنا واضح اوي، مفيش غير ان ناخد ده وده مع بعض، الزيرو والزيرو ده مع بعض، وده هيبقى لوحده. الزيرو والزيرو ده مع بعض هيدينا السي اكيد، والاي هنا ما اتغيرتش لان البي اتغيرت، فهيدينا اي سي، وده لوحده اللي هو اي بار بي سي بار. يبقى لو انا قلت لك مجموع ده وده، افتكر ان ده مش مجموع الاكس، لا، اللي انت جبته من كي ماب هنا هو كان مين، الاكس بار. هعلمك بقى الاكس بار دي، لو انا عايز اجيب اكسبريشن الاكس هنستخدم نظرية اسمها دي مورجن، دي هنقولها في اخر الليكتشر خالص، ان انا الاكس بار بتاعتي دي لما اخد بار كمان، مش قلنا اكس بار بار تديك الاكس، اقدر اجيب اكسبريشن الاكس. يبقى افتكر يقدر او ان اقدر اشتغل على الاصفار، دي الرؤية بترجع لك اهو، ادي الوحيد، اقدر اشتغل على الاماكن الفاضية، ما الاماكن الفاضية دي معناها اصفار، ان انا اشتغل على المكان ده وده، ده يدينا مين، يدينا الاي سي، ده يدينا المكان بتاع الاي بار بي سي بار، بس افتكر ان اللي انت جبته ده اكسبريشن مين، اكسبريشن الاكس بار. لو انا اديتك another example واديتك جوه التيبل حاجة اسمها don't care، احنا اتفقنا ان ال don't care بتاعتي دي case بتبقى قابلة انك ممكن تحطها 0 او 1،
يعني الدونت كير دي وانا بصمم اللوجيك سيركت ممكن اسيوم ان هي بزيرو وممكن اسيوم ان هي بوان. طب ايه رأيك التعامل مع الدونت كير في كيماب زي دي؟ هل انت تحطها 1 ولا 0؟ والله انا احطها الاسامبشن بتاعي ان هي تقلل لي عدد الترمات. يعني ايه رأيك ده وده يتاخدوا مع بعض وده وده يتاخدوا مع بعض؟ يبقى الدونت كير هنا كان افضل لك انك تفرضها بزيرو ولا بون. واضح اوي ان انا لو كنت فرضتها بزيرو كان هيبقى عندي تو جروبس، بس ان انا كان هيبقى عندي جروب ده وجروب ده. طب لو واحد كان حط دي بون، لا للاسف الوان ده كنت هدخله اضطر ادخله مع الوان ده ويدينا جروب تالت. يعني بدل ما كان هيبقى عندي تو جروبس بس هيبقى تلاتة جروبس. يبقى الاختيار للدونت كير هل هي بزيرو ولا بون ده بيعتمد على المينيموم نمبر اوف جروبس. يبقى تعالوا كده نقول ده وده. يلا شباب اكيد السي بار ما اتغيرتش والاي ما اتغيرتش، فهنقول اي سي بار. وده وده برضو السي اتغيرت يدينا اي بار بي بار. يبقى الواي بتاعتي كاوتبوت هنقول هي مجموع ده وده. يبقى انت هنا اعتبرت ان الدونت كير كانها بصفر. طب واحد زميلك اعتبر ان الدونت كير ده بوان ودخل دي مع دي اداله جروب تالت، للاسف هو كده زود اللوجيك جيت بتاعته، تمام؟ فده غلط، يعني كأسامبشن كده غلط. الدونت كير بتاعتي هنا اختياري لازم يبقى البيست سوليوشن، لازم اختار الحل الانسب الحل الاوبتيمم. ان انا هنا لو كنت هفرضها ب1 فانت كنت هتدخل 1 وال1 ده مع جروب مع بعض، يبقى انا ما استفدتش حاجه. انما البيست كيس في مساله زي دي ان الدونت كير افرضها هنا بزيرو بحيث يبقى عندي 2 جروبس بس. ايه رأيك واحد قال انا ممكن اشتغل على الاصفار؟ طب ايه رأيك لو انا هشتغل على الاصفار، انا عندي الخانة دي ودي مع بعض، ايه رأيك؟ فدي تدي لك مين؟ تدي لك اي سي اهو، دول جروبينج اي سي. طب ايه رأيك لو انا كنت هشتغل على الصفرين؟ ايهما افضل؟ ان الدونت كير هنا كنت افرضها صفر، بحيث انك لما تفرض الدونت كير بتاعتي دي بزيرو يبقى دول عملوا جروبينج مع بعض. مين اللي هيتغير؟ السي اتغيرت، يبقى هيبقى مين؟ اي بار بي. فساعتها كنت اقول ان الواي بار هي عبارة عن ده زائد ده، وبعد كده من الواي بار هعلمك ازاي تجيب الواي. لو انا اديتك اكزامبل فيه 3 دونت كير، يعني انا اديتك الكي ماب اهو فيها 3 دونت كير، ورونا بقى هتتعاملوا مع الدونت كير دي ازاي. واحد قال لي انا كنت ممكن اخد ده وده مع بعض جروبينج ثنائي اهو، بس واحد قال لي انا لو كنت فرضت الدونت كير والدونت كير ده بوحيد كنت ممكن يبقى ده عبارة عن جروبينج بفور. فساعتها كان هيبقى افضل لي ان بدل ما دول يبقوا صفار واخد دول جروبينج باتنين، لا ده يبقى جروبينج بفور. الجروبينج اللي فور قلنا هيديني وان فاريبل بس، هنا السي اتغيرت هنا البي اتغيرت، فالجروبينج ده يديك ايه بس. طب تعالوا نبص هنا الدونت كير دي، لا ملهاش لازمة افرضها بزيرو. طب ايه رأيك هل تاخد ده وده مع بعضه، ولا كنت تاخد ده وده وتدخلهم مع ده وده ويبقى ايه وتدي لك ان هي جروب فور؟ يعني لو انت كنت هتدخلهم جروب اتنين غلط، طالما ان كان في احتمال انك تدخلهم في جروب مع الاربعة يبقى ده الافضل ده الصح. لما دخلت ده وده مع ده وده واضح اوي ان السي اتغيرت الايه اتغيرت يدينا بي بار، فاقدر اقول له يبقى الدونت كير ده انسب حاجه ان افرضه بزيرو. يبقى الواي بتاعتي هنا بي بار زائد الايه. يبقى يا شباب اختياري للدونت كير ان انا افرضه بزيرو ولا بون ده بيعتمد في النهايه على الجروبنج اللي انا بختارها. طب ايه رايك لو واحد كان عايز يشتغل على الايه، على الاصفار؟ الاصفار ادي الخانة بتاعت الصفر، فكان اسهل له اني اسيوم ان دول بوحيد، وبالتالي لما اشتغل على الاصفار ان بدل ما ده يبقى بواحد وده بصفر، لا انا كنت اشتغل يبقى ده بزيرو وزيرو. فساعتها كان الاكسبريشن بتاعي هيبقى عبارة عن اي بار بي، يبقى دي الواي بار اي بار بي. يبقى انت انسب لك اهو ان انا لو اخترته بزيرو ان انا اقدر اجيب اكسبريشن للواي بار. يبقى انت في الكي ماب انت بتشوف انسب لك تشتغل على الاحايد ولا الاصفار. تعال بقى نتعلم ازاي نعمل كونفرت من الترو ستيبل جوه الكارنوف ماب. احنا اتفقنا ان انا سي مثلا الترو ستيبل هنا 3 انبوتس اي بي سي والاوتبوت واي اهو 010101 صفرين واحدين 4 اصفار 4 وحايد. اتفقنا ان الكي ماب بتاعتي بتبقى 8 سيل، بنقول اي بار بي بار
A بار B A B A B بار وهنا C بار و C. كلمة A بار B بار يعني 0 0 0 1 1 1 1 و 0 وآخر حاجة هنا C بار اللي هي 0 1. يعني لو أنا قلت لك الخانة دي هتبقى مين؟ 0 0 0 دي 0 0 1 دي 0 0 0 1 0 ودي 0 1 1 معايا. وبالتالي ايه رأيك كده لو انا عطيلك قيم الاوتبوت بالشكل ده 0 1 1 اكس معناه دونت كير وفي اكس هنا معناه دونت كير تانية، ومطلوب مني ان احط قيم الاوتبوت دي جوه التيبل عشان ابدا اعمل الريدكشن، مطلوب مني احط قيم الاوتبوت جوه الكي ماب عشان اقدر اعمل الريدكشن. ايه رأيك هنقسم الترو ستيبل بالشكل ده، ان انا عندي دول 4 سيل واللي تحت دول 4 سيل، اللي فوق دول الفور سيل بتوعهم اهم واللي تحت دول الفور سيل بتوعهم اهم. عشان ما اخدش وقت في الترو ستيبل انا هعلمك واحده واحده ازاي بحط كل خانه هنا، وبعد كده هعلمك بسرعه. يعني اول خانه دي تعال نبص كده، اي بار بي بار سي بار اللي هي مكانها فين؟ مكانها هنا. قيمتها بكام؟ قيمتها بزيرو، فالزيرو يبقى انا خلاص مش هكتب حاجه جوه الكي ماب، او عايز تكتب زيرو اكتب زيرو. تاني خانه فين؟ اي بار بي بار سي، اي بار بي بار سي اللي هي اللي جنبها اهو المكان بتاعها اهو، اكتب كام؟ اكتب 1. طب المكان اللي بعد كده اي بار بي سي بار اهو، اي بار بي سي بار اللي هو الخانه دي اكتب فين مكانها اهو، اكتب كام؟ اكتب 1، ادي هكتب 1. طب الخانه اللي بعدها 0 1 1 اللي هي اي بار بي سي، ادي اي بار بي سي، ادي اي بار بي سي اللي هي المكان ده هكتب فيها ايه؟ don't care اللي هي الاكس. يبقى انت كده مليت اول فور سيل من الترو ستيبل. طب تعالى للفور سيل التانيين، حد عارف ده اللي هو مين؟ اي بي بار سي بار، هل هو الخانه دي؟ لا، الخانه دي اي بي، امال فين اي بي بار سي بار؟ ده الخانه دي. يعني لما تيجي تملى السيل اللي تحت اعرف ان انت الترتيب بتاعك هنا انت كنت كاتب ايه؟ ال 1 1 هي اللي بتتكتب هنا في الاي بي، ال 1 1 هي في الترو ستيبل اللي بتتحط في الاخر تو سيلز. انما انا لو واخد بالي في الايه، في الانبوتس اي بي هنا 0 0 0 1 اهو 0 0 0 1 بعد كده اي بي 1 و0، يبقى ال 1 و0 الاماكن بتاعتها اللي هي هنا، يبقى هنا هتحط الخانه بتاعتها اللي هي الصفر. طب اللي بعدها اللي هي هنقول اي بي بار سي، اي بي بار سي اللي هي هنا اللي هنحط ال 1. بعد كده هنقول طب هنا الاي بي 1 1 1 1 يبقى هطلع فوق اقول 1 1 والسي اللي هي بزيرو حط قيمتها دونت كير اللي هي الاكس. وبعد كده تالت وحيد اللي هي الاي بي سي نحط قيمتها بواحد. يبقى انت كده مليت ترو ستيبل جوه الكي ماب. تعال بقى نيجي على الريدكشن. يلا، هل الدونت كير دي نفرضها صفار ولا وحايد؟ حد بقى يفكر. والله واحد قال لو انا حفرد ده بواحد بقى عندي جروب الايه العمود ده يتاخد مع بعض يديك سي، وبرده لو انا هسمي ده الدونت كير بدل ما اخد دول مع بعض لا في جروبنج وحايد اهو فهيدينا مين؟ السي اتغيرت والايه اتغيرت يدينا البي، ففعلا هتلاقي نفسك ان ده يديك سي ده يديك بي، يبقى الواي هي بي زائد سي. تعال نقول بقى الطريقه السريعه للترو ستيبل x y z وادي الاوتبوت 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 4 1. هنسمي دي ام نود ام 1 ام 2 لحد ام 7. اتفقنا الكي ماب هنسمي دي z بار z، هنا x بار y بار x بار y x y x y بار اللي هي 0 0 0 1 1 1 1 و 0. ما تنساش 0 0 و 0 1 بعد كده بقول 1 1 1 0. هنكتبهم كالاتي، نمسك الاوتبوت لما تيجي تحط القيم ام نود ام 1 ام 2 ام 3 اهو سهله، بعد كده اقول ام 4 انزل تحت خالص ام 5 ام 6 ام 7 تاني، يبقى ام نود ام 1 ام 2 ام 3 ام نود ام 1 ام 2 ام 3 بعد كده اقول له ام 4 ام 5 ام 6 ام 7. هتلاقي نفسك لو انت بتتلخبط امشيها عادي جدا بالاصفار والوحيد، هتلاقي نفسك. طب سؤال واحد بيسالني لحد دلوقتي، ليه انت ما مشيتش ترو ستيبل 0 0 0 1 وتكتب 1 و 0 1 1؟ انت عارف لو انا كتبتها بنفس ترتيب الترو ستيبل 1 0 ما بين الخليه دي والخليه دي بقى في 2 فاريبلز اتغيروا، ما هي دي 0 1 بعد كده 1 0، واحنا اتفقنا شرط الكي ماب لازم اونلي 1 فاريبل، يعني ما بين ال 0 0 1 اهي ال 0 ده اللي اتغير اللي هي الاكس، والواي الاكس فضلت ثابته الواي هي اللي اتغيرت،
ما بين السيل دي والسيل دي مين اللي اتغير؟ الاكس هي اللي اتغيرت. ما بين السيل دي والسيل دي الواي اتغيرت. ما بين السيل دي ودي الزد هي اللي اتغيرت، انما الاكس والواي فضلت ثابته. عشان كده الترتيب بتاع الكي ماب 0001110. احنا خدنا كل المسائل اللي فاتت دي على الثلاثة variables. ايه رأيكم بقى ناخد الكي ماب على الفور variables؟ اتفقنا ان الفور variables بتاعتي هتبقى 2 أس 4، يعني هيبقى عندي 16 سيل اللي هما ال A B C D. فهنا هنسمي ال A B وهنا هنسمي ال C D، برضو هتتكتب A بار B بار، A بار B، A B A B بار. هنا C بار D بار، C D بار، C بار D، C D C D بار. يعني بالظبط 0 0 0 1 1 1 1 و 0. وهنا هنقول 0 0 0 1 1 1 1 و 0. يعني كأن الفور دي 4 أصفار، وكأن هتلاقي كل سيل والتانية بتختلف عن الادجيسنت اونلي وان فاريبل. يعني ما بين السيل دي ودي وما بين دي ودي تبدأ تشوف مين من الفور فاريبلز، هتلاقي اونلي وان فاريبل بس هو اللي بي ايه هو اللي بيتغير. الجروبنج بتاعتنا هنا بقى كوحايد، احنا اتفقنا جروبنج الوحايد يا اما بتبقى 2 يا 4 يا 8، هنا يا 16. 16 معناها تاخدهم كلهم، ده لو في جروب وحايد. انما لو انا عندي 4 جروبس، عندي 8 جروب، ابدا بالماكسيمم جروبس طبعا لانها هتقلل لي النمبر اوف فاريبلز. فتعالوا كده نبدا نشوف بقى. ادي ال ترو ستيبل، واتفقنا خلاص 0001110، يبقى ده ال اي بي، والسي دي تتكتب هنا، يبقى بالظبط كانك بتقول ادي الفور فاريبلز بتوعي، ادي ترو ستيبل 4 أصفار اللي تبقى هنا اي بار بي بار سي بار دي بار. برضو لو انا عايز املى الترو ستيبل بتاعي ده، انا اعطيه قيم للاوتبوت ومطلوب مني ان احط قيم الاوتبوت دي بسرعه جوه الكي ماب. اتفرج انا هحطها ازاي. الخانه دي اللي هي مين؟ 4 أصفار اهي. برضو اول قيمه بزيرو، اللي بعدها 3 أصفار وحايد، ادي 3 أصفار وحايد اهو بوان. بعدها 0010 0010 دي اوعى حد يتلخبط يحط هنا، لا يبقى انا مشيت كده كده. بعد كده هنا اكتب 1. طب فين 0 1 2؟ 0 1 2 هي دي. طب حد يبص على الجروبس اللي بعدها اللي هي ال A بصفر وال B بواحد، حتى يقول ان دي A بار B اللي هو الصف ده، ده صف مين؟ ال A بار B. يلا نقول A بار B 0100 0100 يديك الخانة دي. بعد كده 0101 0101 الخانة هنا. بعد كده 0110 0110 اهي، بملى كده وبعد كده بكتب اللي بعدها اللي هي 0111. تعالى للاربع خانات التانيين او الفورسيل اللي هي ب4 أصفار. ال A B تحس ان ال A ب1 وال B ب0، مش الصف ده، ده الصف ده اهو ال A B اللي هي 10. يلا 1000 اللي هي هتبقى الخانة دي 1001 1001. بعد كده 1010 1010 مش دي اللي هي دي. بعد كده 1011 اللي هي دي. بعد كده هتلاقي اخر جروبنج عندي اللي هي هنا اللي هي ال A وال B بوحايد 1100 اهو. بعد كده بملى كده، بعد كده بملى كده، بعد كده بملى كده، يبقى انا كده مليت الكي ماب. ايه رأيك بقى؟ هل هنا كنت اشتغل على الوحايد؟ الوحايد كنت متخيل هتاخد كام جروب؟ 4. هيبقى عندي جروب ده وجروب ده وجروب ده وجروب ده، كان هيبقى عندي كذا جروب 4. طب ما الاسهل اني اشتغل على الاصفار. يلا شباب لو هشتغل على الاصفار، العمود ده هتلاقي ان الاي وال بي اتغيروا اهو، البي بار بعد كده بقت بي، بعد كده بقت بي، بعد كده بار والاي، فدول اتغيروا. مين بس اللي فضلوا ثابتين في ال4 أصفار دول؟ سي بار دي بار، يبقى ده يدي لك سي بار دي بار. برضو ال4 أصفار دول هتلاقي ان السي والدي اتغيروا، مين بس اللي اتبقى اي بي بار؟ فاقدر اطلع الاكسبريشن بتاعي في النهايه وهيبقى اكسبريشن الاوتبوت بار. بسرعه كده لو انا اديتك ترو ستيبل اكس واي زد دبليو والاوتبوت 0101، يلا هيبقى مطلوب مني ان انا القيم الاوتبوت من ام نود لام 15 هحطهم ازاي جوه الكي ماب. بسهوله جدا امشي كده، قول ام نود ام 1 ام 2 ام 3، شفت بقول دي دي بعد كده دي بعد كده دي، ام 4 ام 5 ام 6 ام 7. بعد كده بقول ام 8 بنزل لاخر صف، ام 9 10 11
12 13 14 15، يبقى ده واحد اتعلم السرعة، بدل ما يفضل يقول دي الخانة بتاعت 0000 دي بتاعت كذا، لا، لو واحد عنده قوة ملاحظة هيقول دي الام نود M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7، انزل تحت خالص 8 9 10 11، بعد كده M12 13 14 15، يبقى انت قدرت تحط التروث تيبل جوه الكي ماب وابدأ اشتغل عادي جدا. تعالى نرجع للاكزامبل اللي احنا اتكلمنا عليه. لو انا هشتغل على الاصفار، اتفقنا الاصفار دي تدي لك سي بار دي بار لان الاي والبي اتغيروا، وهنا يدي لك مين؟ يدي لك ان السي دي اتغيروا يديك اي بي بار، فاقدر اقول له الجروبينج يبقى الاكسبريشن واي بار هي عبارة عن ده زائد ده. وبعد كده استخدام نظرية اسمها دي مورجان هنعلمك ازاي بيقدر يحول الاكسبريشن بتاعنا ده الى الواي. For the previous example، للاكزامبل بتاعنا ده، بص لو واحد هيشتغل على الوحيد، مش ده جروبينج؟ فور جروبينج، حد يقول لي الفور جروبينج ده يدينا مين؟ مين هنا اتغير؟ البي اتغيرت، فكان يدينا مين؟ الاي بار. طب وهنا مين اللي اتغير؟ السي ما اتغيرتش، الدي بار اتغيرت، فمين اللي فضلوا ثابتين؟ اي بار سي، يبقى اي بار سي. طب واحد قال لي فين جروبينج التانيين؟ اهم دول جروبينج مع بعض. يلا نشوف، هنا الاي اتغيرت فيديك البي، وهنا بي سي، يبقى ده يدينا بي سي. وكان في الوحيدين دول ما خدهمش لوحدهم، لا انا دخلهم مع الوحيدين دول برضو يدينا جروبنج بتاعنا. يلا البي اتغيرت يدينا الاي بار، هنا السي اتغيرت اي بار دي، وبرضو الوحيدين دول هتلاقي نفسك دخلته برضو مع الجروبنج دي، فيدينا اخر حاجة بي دي، فانا اقدر اقول له يبقى اكسبريشن واي الاربعة دول. شفت، يبقى الاسهل ان انا كنت اشتغل على اكسبريشن الاصفار اللي هي الواي بار، وفي النهاية كنت هوصل لك ان الواي بار لما ابدأ اعمل لها بار كمان اقدر اجيب الاكسبريشن للواي اللي احنا هنجيبها في الاخر خالص. تعال ناخد بقى اكتر من فكرة للكي ماب. احنا اتعلمنا خلاص ازاي نحول لترو ستيبل ونحط الوحيد بتاعتي جوه الترو ستيبل. طبعا في ناس عينيها اول ما بتلمح الاربع وحايد يحط دول مع بعض في جروبينج ويحتاس بعد كده. يعني ايه يحتاس؟ يعني يبدأ يبص على الوحيد اللي في الاطراف عنده دي، فيبدأ يقول انا الواحد ده، لا انا مش هاخده لوحده، انا هاخد ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده. فاصبح في النهاية تعال نبص لها كده، واحد قال انا لو كنت هاخد الفور جروبينج دول بدأ بيهم، لان هما عينك بتلمح على طول الجروبينج الماكسيمم، انت قلت نبدأ بالجروب الكبير فانا هبدأ بالاربعة دول، والوحيد دول لا انا هدخل ده مع ده وادخل ده مع ده وده مع ده وده مع ده. انت لو لاحظت انك بتقول لو خدت ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده، بالظبط كأن الفور جروب اللي انت خدتها في الاول دي ملهاش لازمه، لان الاربع وحيد دول انت دخلتهم في جروبس ثنائيه. فالافضل الافضل ليك مهمه جدا لما تيجي تبدا، ابدا بالوحيد اللي على الحرف دول، قول دول فين الجروبس بتاعتهم، قول ان ده ادخله مع ده يدينا مين. يلا شباب، ده هيدينا A بار ثابتة، ال B اتغيرت، C D يبقى A بار C D. وابدأ أسي مثلا الواحد ده دخلته مع ده يدينا A B C، أي C ثابتة، وأبدأ أشوف ال 1 ده دخلته مع ده يدينا A بار B C بار، وأبدأ أدخل ده مع ده، يبقى انا كده قلت ال A ال B اتغيرت يدينا A C بار دي. واضح قوي ان انا كده جبت الاكسبريشن للاوتبوت مجموع الاربعة دول. هل ليها لازمة ادخل الاربع وحيد دول؟ ملهاش اي لازمة، لان اصلا كل واحد من دول انت مدخله في جروب مع الوحيد اللي ايه اللي على الحرف دي، وبالتالي الجروب الرابع اللي انت كنت هتاخده ده ملهوش اي لازمة. ارجع للمسائل اللي فات، الاوفرلاب اللي كنت بعملها عمرك ما تلاقي جروبس الاوفرلابين كلها متغطية، ممكن لو سي كنت تلاقي ان في element فيهم مش covered بجروب، فده ينفع. انما لو كل الاليمنتس جوه جروب اللي انا هاخده ده متغطية مع جروبس اللي قبلها، يبقى انا ملهاش اي لازم. ايه رأيك example ده؟ انا هعطيلك وحيد بالمنظر ده وده don't care، اتعلم ما تبدأ ليش تقول لي ان ادي اربعة، ابدأ باللي على الحرف. اه ده انسب لي ان انا اخد ده مع ده.
وده انسب لي ان اخد ده مع ده، وده انسب لي ان اخد ده مع ده. طب الدونت كير دي انا اتبقى ده بس، هل دي ايهما افضل، انك تسميها بزيرو ولا تسميها بوان؟ لو سميتها بزيرو للاسف يا عيني ده هيبقى لوحده، ولا كنت ممكن اخد ده مع ده؟ ما انا لو خدت ده مع ده، ما هو ده اصلا اتاخد مع ده، وده اتاخد مع ده، ده اتاخد مع ده. فكان واحد قال لي انا ممكن افرض ده اللي بواحد واخد ده مع ده، واحد قال لي لا انا كنت ممكن اسمي اللي ده بزيرو واخد ايه ده. يبقى ليها انت اللي بتنقي انسب احتمال. اهو انا خدت ده مع ده، ده كده جروبينج، خلاص هنعرف تطلع ايه. خدت ده مع ده، خدت ده مع ده، وايه رأيك ده اللي اتبقى لوحده ودخلته مع جروبينج بفور؟ يبقى ده ما كانش ليه اي لازمة ان انا يعني، ده لو كنت ساعدتك هتفرضه بواحد فرضك غلط، لان انت بواحد فكنت هتاخد لي ده مع ده. لا مش ده البيست ريدكشن. البيست ريدكشن ان انت الواحد اللي اتبقى ده دخلته مع جروبنج فور. يبقى الجروبنج اللي فور هنا ما حدش يقول ملهاش لازمة. دي اللي كفرد، غطيت لي الاليمنت ده. يبقى اتمنى ان اختيارك للجروبس هو يحقق لي الفانكشن اللي انا عايزها. ايه رأيك اكزامبل فور، لو انا اعطيك الوحيد على الكورنر دي؟ احنا اتفقنا ان الكي ماب هنا بتلف، يعني اقدر اجمع الكورنرز دي بالظبط كانهم 4 وحايد جنب بعض، فكانك بالظبط دول ودول 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 كانهم 4 جنب بعض. يلا دول يدونا مين؟ مين من هنا وهنا اتغير؟ الاي اتغيرت، البي بار فضلت ثابته، يبقى هنا بي بار. طب ما بين ده وده مين اللي اتغير؟ السي اتغيرت، الدي بار، يبقى يقول بي بار دي بار. يبقى انت الاكسبريشن هنا بي بار دي بار. اكزامبل 5، لو انا اديتك وحيد بالمنظر ده، يلا نشوف البيست جروبنج. دور دايما ده، ابدأ على الاحرف، هل ده هينفع تدخله مع اي جروب؟ ما تبدأ ليش بالاربعة، لو بدأت بالاربعة هتحتاس. قول ابدأ بالحرف ده وابدأ بده وابدأ اشوف الوحيد بتاعتي دي، ده ليه لوحده ولا ينفع اخد ده مع ده؟ ينفع اخد ده مع ده. طب بالنسبة لده ينفع اخد ده لوحده؟ لا، ما انا ده كان ينفع ادخله مع ده. طب بالنسبة للواحد ده ينفع ادخله مع ده؟ يبقى هتلاقي نفسك كده جروبس اهو، الواحد ده مع ده وده مع ده. طب وايه رأيك ان ده وده وخدت ده وده؟ يبقى انا كده نقيت الايه، انسب جروبس مع بعض. يعني لو بصينا لها ان احنا فعلا ابدأ بالوحيد اللي على الحرف، اللي انا في النهايه ممكن اتزنق، بدل ما تبقى بتتكتب بارامتر لوحديها، لا فانت قلت ان انا باخد الواحد ده مع ده، وببدا اخد الواحد ده مع ده، وببدا اخد ده مع ده، وببدا اخد ده مع ده. يبقى احنا كده جبنا ايه، انسب جروبس. ايه رايك في اكزامبل 6؟ وعلى فكره في ناس ممكن تشتغل على الاصفار، يعني انا شايف عدى الوحيد كتير. لا ما انا عندي الصفر ده وده، وعندي الصفر ده وده، وعندي صفر وعند صفر، فممكن واحد يشتغل على الاصفار ويطلع الاكسبريشن بالبار. واحد تاني قال لا طب انا هشتغل على الوحيد، فلو فين هي البيست جروبس ما تنقليش اللي في النص. لا قول سي مثلا ان انا هختار ده مع ده، يبقى انا غطيت الواحد اللي هنا، انا غطيت الوان ده، يبقى الوان ده مع ده. سي انا غطيت الوان ده فدخلت ده مع ده، سي الوان ده فانت دخلت ده مع ده. طب ده انسب لي ان انا ادخله في الجروب اللي في النص دي، يبقى دي انسب جروب معايا. another example ان انا عندي الوحيد هنا برضو، فتيجي نبص كده انسب جروبس. واحد قال لي انا ممكن اخد ده لوحده العمود، وبعد كده الواحد ده ادخله مع ده، ده ادخله مع ده، ده مع ده، ده مع ده. طب ما انت لو بصيت هتلاقي ان الجروب اللي انت كنت هتاخده ده كده ما كانش ليه لازم، لانك غطيت كل الوحيد بتاعته في جروبس تانية. فانسب لي ان انت قلت ده مع ده، وان انا قلت ده مع ده، وده مع ده، وده مع ده. هل ليها لازمة اخد جروب العمود ال4 وحايد؟ لا طبعا ملهاش لازمة، لان هيبقى ضامي ترم زيادة، مش هيأثر معايا. تعرف انت بقى في الاكزامبل رقم 8 ده، ان انت تراي باي يور سيلف كده، وتحاول ان انت ترفع لي الحل بتاعك كده، بحيث اقدر اشوف هل انت فعلا قدرت ان انت مع نفسك كده بتنقي البيست جروبنج ولا لا. برضو اكزامبل 9 ان انا ادور على الايه، البيست جروبنج، واعمل ريدكشن، وتقول لي الاكسبريشن بتاعتي هتطلع عبارة عن ايه. تمام، تعال نختم بقى بحاجة اسمها دي مورجان ثيري. الدي مورجان ثيري بتاعتي دي
بيقول لي لو انا قلت لك اي بي بار، يعني البار على اند جيت، بيفكها كالاتي، يقول انها اي بار بلس بي بار. هو عمل ايه بقى؟ هو بيوزع البار على الاي والبي، بس بدل ما كانوا اند خلاهم اور. تاني، اي بي بار لما اجي اطبق نظرية دي مورجن، بقول ان الاي بي بار دي بوزع البار على الاي وعلى البي، وبدل ما يبقوا اند بيبقوا اور. انت لو بصيت على الدي مورجان ثيريوم دي، ممكن اعملها بالجيتس. اي بي بار دي اللي هي اي بي وبعدها بابل، دي اسمها ناند جيت. اي بي وبعدها بابل دي اسمها اي بي بار. فبيقول لي ان الناند جيت دي تكافئ بالظبط انك تعمل اي بار او اي بابل بي بابل وتدخلهم على اور جيت، دي اسمها نيجاتيف اور. يعني لو جيت تبص كده 0 1 وتطلع الاوتبوت هنا والاوتبوت هنا، هتلاقيهم نفس الاوتبوت. يبقى انت سهل جدا، لو انا عندي بار اقدر ان البار بتاعتي دي اوزعها على الاي والبي واقلب الاند تبقى اور. يعني لو بصينا على اللوجيك جيت دي، البابل دي اقلب الاند تبقى اور واوزع البابل دي هنا وهنا، يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت كده عملت نظرية دي مورجن، دي اسمها دي مورجن فيرست ثيري. طب بالنسبة ده ترو ستيبل بتاعها لو حد عايز يبص عليه. بالنسبة للدي مورجن سكند ثيري، لو انا عملت بار على الاي بلس بي، بيقول لي برضه ينفع توزع البار، تقول ايه بار وبي بار، بس بتقلب الاور اللي هي البلس تقلبها تبقى دوت، يعني بدل ما اور تبقى اند. يعني لو بصينا كده على جيتس دي، لو انا اديتك ايه اور بي وراها بابل ايه بلس بي بار، دي اسمها نور جيت. اقدر بالظبط كأن البابل بتاعتي دي الاور تتقلب تبقى اند، ونحط البابل دي على الاي وعلى البي، فده المعنى انك توزع البار هنا وتوزع البار هنا، وبدل ما هي اور بقت ايه؟ بقت اند جيت. فدي دي مورجان سكند ثيري. ما تنساش لما تيجي توزع البار بتقلب البلس دوت، يبقى دي الترو ستيبل برضو لو حد يبص عليها. تعالى ندي اكزامبل. لو انا قلت لك الاكس بتساوي البار على سي بار بلس دي بار، يلا نوزع. قلنا البار بتاعتي دي هنوزعها، البلاس دي تبقى دوت، فهتبقى ايه بالظبط؟ كأنك بتقول سي بار بار دوت دي بار. يبقى انا كسرت البار بتاعتي دي، كسرتها على سي ودي، بس بقلب البلاس دوت سي بار بار اللي هي سي دوت دي بار. تمام. ايه رأيك نرجع لأول اكزامبل اللي انا كنت قايل لك حاجة زي كده، بدل ما تشتغل على الوحايد؟ ايه رأيك ان احنا جبنا اكسبريشن بالاصفار، ولو تفتكر خدنا جروبنج الاربع اصفار دول مع بعض، قلنا ده يدينا سي بار دي بار لان الاي بي هنا اتغيره، وقلنا ناخد الاربع اصفار دول مع بعض يدينا اي بي بار، والاكسبريشن اللي انت جبته ما تنساش ده اكسبريشن الواي بار. طب انا في المسألة انا اكيد مش طالب الواي بار، انا طالب اكسبريشن الواي. قول ابلاي دي مورجن، يعني يلا نطبق نجيب بار للكلام ده كله. تعالى كده نابلاي دي مورجن، هتلاقي ان واي بار سي بار دي بار زائد اي بي بار. يلا نقول واي بار 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 على الاكسبريشن ده كله. مش كلنا عارفين واي بار بار اللي هي تديك الواي؟ البار دي تعمل ايه؟ اول حاجة تكسر الاور جيت دي تخليها دوت اند، والوزع البار هنا والبار هنا. يبقى اوعى توزع البار جوه الاول، لا انا وزعها الاول دي اور جيت ودي بار عليهم، فبوزع البار اكسر دي احولها لدوت واكسر البار. طب تعالى هنا، البار على حاصل ضرب دوت البرودكت، فحقلب دول تبقى بلس واوزع البار، فهتبقى سي بار بار بلس دي بار بار. طب هنا اوزع البار عليهم واقلب الدوت تبقى بلس سي بار بار اللي هي مين؟ اللي هي سي زائد دي، ودي اي بار زي ما هي ودي البي. هايلة فكرة، اضرب ده في بعض ووزع يدينا الفور تيرم اللي احنا نفس السوليوشن اللي جبناه في سلايد 45. يبقى احنا كده الهدف ان احنا نابلاي دي مورجن عشان نقدر من كي ماب، لو احنا هنشتغل بالواي بار اقدر اطبق دي مورجن واجيب الاكسبريشن للواي. بكده يبقى احنا النهارده خدنا ليكتشر، هي طويله شويه بس مهم جدا جدا، ان انا ازاي اعمل ريداكشن باستخدام البوليان الجبرا والكي ماب. وعلى فكره احنا ممكن نعمل سي مثلا سيشنز او في ميعاد الليكتشرز، لو حد عنده اي استفسار ممكن نيجي ونبدأ نشوف ايه هي الحاجات الصعبة ونتكلم فيها مع بعض، وان شاء الله السكشنز هيغطي معاك مسائل اكتر، وبرضو هنرفع فيديوهات على التيم بالاضافة للسكشنز او التوتوريال في الكلية. فاتمنى ان شاء الله ان المعلومة تبقى وصلت، وان شاء الله اشوف كل محاضرة جاية.
والسلام عليكم ورحمة الله.